الرحمن الرحيم. يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد. أهلا وسهلا بحضراتكم في طاقة جديدة من طاقات النور. هنتكلم النهاردة عن موضوع من الأهمية المكان، ألا وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى أن يتبع الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتزم نهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الطريقة، وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقرير أو صفة. فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم سنة، تقرير المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، فيقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتعجب الصحابة، قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يرفض جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الله تبارك وتعالى جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه وتعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبين بأن هذه الطاعة سبيل للهداية وسبيل للرشاد. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا أردت الهداية، وإذا أردت الرفعة، وإذا أردت التوفيق، فعليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أولا أقتدي بالحبيب لأنه صلى الله عليه وسلم يحبني، فلولاه صلى الله عليه وسلم لهلكت ومت على الكفر واستحققت الخلود في النار. فبه عرفت طريق الله، وبه عرفت مكائد الشيطان. جعله الله تبارك وتعالى رحمة للناس أجمعين. قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: لا شيء، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب، أنت مع من أحبب. فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يورث جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما أحوج أبناء الأمة وخاصة في هذه الفترة أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يرشدنا إلى التمسك به صلى الله عليه وسلم، فيقول: مثلي ومثلكم، يعني ينقل لنا صورة ويضرب لنا المثل، فيقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل هذا الرجل يحجزهن، يعني يبعد هذه الأشياء التي تطير وهذه الحشرات، فجعل يحجزهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقتحمونها، وأنتم تقتحمونها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. جاهد في الله فبذل المال وفارق الأهل والعيال وودع القبيلة والوطن وأجهد النفس والبدن، كل ذلك من أجل أمة تقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه بكل جميل كفيل،
وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.